لا يخفى عن الجميع الدور الذي لعبته دولة قطر عام 2011 ودعمها للجماعات الإرهابية المقاتلة بتمويلها وتدريبها. المحلل السياسي الإيطالي جوزيب جاجليانو نشر عبر موقع ستار تقريرا حول اتفاق التعاون العسكري بين قطر وتركيا وليبيا. جاجليانو فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين تركيا وقطر قال إنه يجب أن نتذكر أن تركيا دعمت قطر دائما على المستوى العسكري وتلقت في المقابل دعما ماليا كبيرا، ويكفي أن نذكر على سبيل المثال أن نائب قائد قوات أنقرة في الدوحة يتولى منصب رئيس أكاديمية أحمد بن محمد العسكرية في قطر، وهذا يعني أن تدريب الكوادر العسكرية يتم اختياره على أساس الخيارات السياسية والدينية الموالية لتركيا. وأضاف المحلل الإيطالي فيما يتعلق بالعلاقات بين ليبيا وقطر، تمكنت الدوحة من الاستفادة من نقاط الضعف السياسية لكل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وحاولت قطر استغلال هذه الفرصة المواتية لكي تحاول اكتساب وزن وأهمية أكبر على المستوى الجيوسياسي في ليبيا. لهذا السبب بالتحديد كان الوجود العسكري القطري في عام 2011 جنبا إلى جنب مع الناتو، وبالتأكيد ليس فقط بفضل استخدام القوة الجوية، ولكن أيضا من خلال تدريب المتمردين سواء داخل ليبيا أو الدوحة. وتابع أيضا أن احترفت قطر بالمجلس الوطني الانتقالي كمؤسسة سياسية شرعية، وقدمت الدعم على كافة المستويات من أدوات النفوذ الأخرى، وفي الوقت نفسه اختراق ليبيا. ومن الشخصيات الرئيسية التي تستخدمها قطر بالتأكيد هو الإرهابي الليبي عبد الحكيم بالحاج، الذي اعتبرته كل من وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية الأمريكية إرهابيا خطيرا كزعيم للجماعة الإسلامية في ليبيا. وبحسب المقال اليوم، تستثمر قطر بكثافة في إعادة إعمار البنية التحتية العسكرية في طرابلس، وبالفعل كان هنالك مستشارون عسكريون ومدربون في الوفد القطري عقدوا اجتماعات مع قادة للميليشيات والأتراك، وذلك لم يكن مصادفة، وبالأخص بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وزيري الدفاع التركي والقطري إلى طرابلس.